هو حد فينا مثلا كان توقع في نهايه 2018 مع الترجي انه الحكم الفيديو مش شغال، الفار مش شغال؟ لا محدش كان متوقع الكلام ده. ما النهارده تم تسريب الامر ده استاذ سامي بالمناسبه واحنا قاعدين، قال لك النهارده ما اعرفش سمعتوا حضراتكم هذا الامر ولا لا، وانت في وسط الكلام كده ده تسريب. انا بعتقد ان هو تسريب لانه لم يظهر بشكل رسمي، والنادي الاهلي قفل الموضوع على طول، قال لك ايه؟ قال لك انا ما جاليش حاجه تقول الكلام دي قصه اللي هو ايه بتاع الفار اللي هو بتاع الفار ده ما جاليش حاجه الفار يعني اتعطل وكمل المباراه عادي. لا كريم هيشرحها بس على فكره لانه كان نازل في موقع يلا كوره يلا كوره. لا لا تسريبه حلوه على فكره، يعني تسريبه حلوه مقصود بيها، تسريبه حلوه واتعملت بمعلمه مقصود بيها يكمل سيناريو سخيف اللي بادئ بقاله اسبوعين. اوكي ده حقيقي يعني، سواء قصه الجمهور 2500، قصه ان الفار ممكن يعطل وما اشتغلش، المباراه تستمر، بياخدك في حته ثانيه هو بياخد يعني حته عاوز يطلعك يعني، يعني بيضغط على الفرقه وعلى الاداره وعلى جماهير الاهلي بشكل يعني مكشوف قوي، مكشوف جدا. ودي استاذ اسلام كابتن اسلام دي خبرة لعبة الأهلي هنا بتظهر في هذا الحدث، هذا المجمل السخافات دي الصادرة من الاتحاد الأفريقي لازم لعبة الأهلي. غريبة إنها متجمعة يعني، قبل كده كان ممكن يبقى فيه سخافة أو اتنين، المرة دي أستاذ جمال أنت بقيت كلها مكشوفة، أنت بقيت بلا غطاء أستاذ جمال. بس لما أستاذ سامي يكمل الموضوع الناس كلها ضغط على إدارة النادي الأهلي في حاجات هوضحها لحضراتكم بتبقى المال، بس لما أستاذ سامي يكمل بالتالي يعني المقصود كله إن الأهلي ضغط بشكل سلبي. وأنا مع الأستاذ محمود إن خبرة لعيبة الأهلي هنا والجهاز الفني مع الإدارة ان طلعوا السلبيه تتحول ايجابيات في الملعب عشان نقدر نحقق حلم الرقم ال 11 ان شاء الله. مش شايف انا القصص دي كلها تعودنا عليها في من الاتحاد الافريقي في رحلاتنا المتعدده في افريقيا، سحر مره، سخافات مره، تحكيم مره، كل دي نكمل كلامنا اللي قلناه من كام يوم في نفس هذا المكان، قلنا ده استهداف للنادي الاهلي انه ما يكملش بطولاته. انا ده رايي ومصر عليه. دفع على 2007 بالظبط النجم الساحلي، انا بعمل لك بقى يعني ازاي ضيف 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 وكمل مرتين ورا بعض، لا الثالثه بقى كفايه بقى. ده استهداف واضح ومكشوف قوي من البدايه يعني. فبالتالي انا شايف ان لعيبه الاهلي عليهم مسؤوليه كبيره جدا، وبنتذكرهم وانا على ثقه بكفايتهم ان هم لعبوا ضم وفاء الصيف في حوالي 60,000 في الملعب، وقدام الرجاء وقدام الرجاء في نفس الملعب في الملعب نفسه في 60,000 قدام الرجاء برضه، وقدروا يقدموا عطاء مميز جدا. وبالتالي انا مش قلقان رغم كل السخافات دي والاستهدافات دي، انا مش قلقان. انا شايف ان الاهلي اكبر بكثير من كل هذه الحركات العبيطه اللي ده جوه الملعب، احنا بنتكلم كله على المضايقات اللي هي لا ما دي خارج الملعب، هي بتضغط عليك نفسيا ماشي، لكن مش هتاثر زي ما قال الوزير عامر فاروق الفرقه في حته ثانيه، وده المطلوب وهو الاهم وده المهم وهو الاهم. هو طبعا مع وجودهم مع كابتن الخطيب بيديهم خبراته وبيشرح لهم، وهم يعني لعيبه اصحاب خبرات كفايه جدا تمام وان شاء الله اللقب باذن الله يزود النجمه.